كشفت وسائل إعلام رومانية عن تلقي المدير الفني لفريق الهلال لورينت ريجيكام سيارة من طراز فيراري يتجاوز ثمنها 1,000,000 ريال سعودي هدية من أحد الشخصيات الهلالية. وعرضت صحيفة سبورت رو الرومانية صور لريجيكام جالسا خلف مقود سيارته الجديدة، مشيرة إلى أن أهداها جاء نظيرا وصول فريق الهلال إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا. ولفتت الصحيفة إلى أن المدرب الروماني يعيش أجمل فترات حياته التدريبية، وأن الهدايا في تواصل وإزدياد بعد الوصول إلى المحطة الأخيرة للبطولة الهامة للنادي السعودي قبل المشاركة بكأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب. الجدير بذكر أن زوجة المدرب ماريا برودان كانت قد كشفت مؤخرا عن تلقيها سيارة هدية من هلاليين من نوع روز رايز، مبينة أنها تلقتها عقب فوز الهلال على العين بثلاثية نظيفة ضمن ذهاب الدور نصف النهائي في البطولة الآسيوية.